بشكرك يا رئيس السيسي اللي انت هتدينا البيت ونبابات عند الجيران والله، ودار من غير صب نصب على الكافر، ربنا يسترها معاك دنيا واخره. احنا كان عندنا في الشارع بتاعنا دي موضوع الميه ما كانتش بتجيلنا الا كل 3 4 ايام، حاليا الوقت الميه اتوفرت والحمد لله، يعني ما عادش في مشاكل لموضوع الميه، واحنا بنشكر الرئيس السيسي على الانجازات اللي هو عاملها لنا. نفذ مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادره حياه كريمه للقرى الاكثر احتياجا، احنا هنا بننفذ مبنى خدمات المواطنين، مجمع خدمات المواطنين، المجمع هنا يحتوي على وحده محليه والتضامن الاجتماعي والتنميه المحليه. احنا نشكر السيد الرئيس على المبادره الكريمه وعلى المجهود اللي الحكومه عاملاه، وحتى في موضوع فلسطين والمجهود اللي الحكومه قايمه به. مبادره حياه كريمه دي حلم الضاهريه كلها، حلم جمهوريه مصر العربيه كلها. احنا في ارياف فرحنا جدا بالمبادره وعملت حاجات حلوه كتير، يعني مشروع المياه في قريه الضاهريه بداوا فيه فعلا بالفعل، ودي حلمنا وتحقق. مبسوط ان انا بقيت نجل، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.